من 64 كيلو جرام حتى 69 كيلو جرام الويلتر ويت. تقدم نحو الحلقة اللاعبة الهندية لوفلينا القادمة من الهند في زي الأحمر. نعم بخور القادمة من طشقند من أوزبكستان بالزي الأزرق والقوة الجسمانية أيضا، والمدربين الأولمبيين الحاضرين من كلا الطرفين من الهند ومن أوزبكستان معا حتى يقرران من سيكون الفائز بعد ثلاث جولات من المنافسة. حكم اللقاء يأتينا المدرب الدولي محمد كمال من جمهورية مصر العربية، وفي القضاء لدينا من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية المتحدة ورومانيا سلوفاكيا وأيضا من مصر. كل التحية لكل الدول العربية الحاضرة بشكل ممتاز في هذه البطولة. بعض التعليمات قبل البدء هذا النزال سيمي فاينل. يعني جاي نلاحظ أنه أغلب اللاعبات الهندية تمتلك طول فارق، وإن دل على شيء هنالك علمية باختيار الملاكمات وقياسات خاصة للعبة الملاكمة. بدأوا يشتغلون على المدارس اللكمية للصغار لاستقطاب يعني هياكل أو قياسات خاصة بلعبة الملاكمة فيما يخص المنتخب الهندي. الميقاتي السيد أحمد حكم الدولي يعطي إشارة ببدء اللقاء، و المزيد والمزيد من اللكمات الافتتاحية والاستهلالية لهذا اللقاء بين الهند الخصم الجديد المنافس في عالم الملاكمة على مستويات الرجال والنساء على حد سواء. إننا في الثواني الأولى 25 و26 وكلتا اللاعبتين في وضعية الأرثوذكس الوضعية الاعتيادية، ولكن يوجد فارق في الطول لصالح الركن الأحمر من دولة الهند الشقيقة. بالتأكيد فارق في الطول، وأعتقد هذا سيكون يعني عامل مساعد لكسب الجولات واحدة تلو الأخرى، ولكن يعني ليس بالسهل. الملاكم الأزرق الملاكمة الأوزبكية ملاكمة شرسة جدا، تمتلك يعني خيارات لا بأس بها يعني للنيل أو لأخذ نقاط أكثر من الملاكمة الهندية، ولكن الملاكمة الهندية تمتاز بالرجل الجميل والجميلة والحركة يعني المستمرة يعني لتفادي بعض اللكمات من قبل الملاكمة الأوزبكية. نعم تستمر اللكمات في الدقيقة الأولى وعشرين ثانية لمجريات الشوط الأول أو اللقاء الأول بين اللاعبتين الهندية والأوزبكستانية، والحكم بإيقاف مؤقت وإعطاء أوامر بالبريك الانفصال أخذ خطوة إلى الخلف واستكمال اللعب كما تعلمنا خلال مجريات هذه البطولة. يكمة يمينية من قبل الملاكمة الأوزبكية جاءت نعم يمنى ويسرى أيضا وقويتان لتؤثرن بشكل بسيط على لعبة الركن الأحمر. بالتأكيد يعني جاي نلاحظ تبادل بالأدوار يعني فترة من الجولة نلاحظ أنه تفوق هندي، والآن نلاحظ تفوق كبير للركن الأزرق الملاكمة الأوزبكية من خلال تسديد لكمات مؤثرة إلى وجه الملاكمة الهندية. بالطبع أوزبكستان ليست بالدولة البسيطة أو السهلة، واللاعبة الأوزبكستانية في الركن الأزرق لن تكون بالند السهل، لن تكون فريسة سهلة، فلديها خطوة واحدة للوصول إلى النصف النهائي وتمثيل بلادها والفوز بالجائزة الكبرى. سيد علي، هل تحس أو تعتقد أن الجانب المادي المطبق حاليا لأول مرة بفوز اللاعبين بقيمة مادية مالية والملاكمين تحديدا الجائزة الأولى 10,000 دولار، الثاني 5,000، والثالث 2,500 دولار؟ بالتأكيد يعني يكون هذا حافز كبير لدى اللاعبين، يعني يكون هنالك بعيدا عن الإنجاز والميدالية وتمثيل البلد، هذا كله عوامل يعني تحت
التحفيز للاعب، إضافة إلى هنالك مردود مادي ممكن أن يعني يساعد بعض الشيء اللاعب من خلال كسب بعض الجوانب المالية. مثل ما تعرف يعني إحنا لعبتنا تسمى لعبة الفقراء، فأغلبية اللاعبين ممكن أنه وإن كان ما محتاجها ولكن هو يكون حافز حقيقي لدى اللاعبين لكسب هذه الجوائز المالية بعد نيلهم للجولد والسيلفر والبرونز. أين من كلامك من ويذر the money me ويذر، من كلام أو المثل الشائع أن الملاكمة هي لعبة الفقراء. لدينا ملاكمين في محترفين يجنون الملايين والملايين من الدولارات لقاء أجر واحد. بعض من هؤلاء الأولمبيين قد أنجبته منظمة الأيبة واتحاد الأيبة، ليس على سبيل الحصر منهم البطل الحالي بلادي جروفكين ترابل جي، والملاكم الدولي أيضا أو العالمي فلويد ميوذر أيضا كان من الهواة، ولدينا أيضا أوسكار دي لاهويا أيضا أنجبته الهواة، واللاعب أيضا الكوبي أو عدة لاعبين كوبيين كثراء ليس على سبيل الحصر. ولكن ما رأيك في ذلك؟ هل ترشح تحول اللاعب من لعبة الهواة إلى لعبة الاحتراف من أجل المقابل المادي الخيالي؟ يعني ممكن هي بعيدا عن يعني المردودات المادية تبقى قابلية الملاكم، هل هو مستعد لخوض يعني لقاءات احتراف؟ مثل ما تعرف الوقت التدريبي يكون يختلف عن الهواة، يعني احنا يعني عندنا ملاحظات وتجارب، يعني لاحظنا كثير من الأسماء العالمية اللي كانت في الهواة ممكن انها تعرضت للخسارة يعني في الأولمبيات او غيرها، ولكن تغير نوعي لدى الملاكم عندما يلعب الملاكمة الاحترافية. بالتأكيد أنا أدعم أنه جميع اللاعبين اللي يمتلكون المؤهلات أنه ينتقلون إلى الملاكمة الاحترافية لوجود خيارات مالية وخيارات أخرى ممكن أنه يكون ذات شهرة وممكن أن يكون رمز بلدي، مثل ما لاحظنا كثير من الأسماء أنه أصبحوا رموز لبلدانهم أمثال ماني باكياو في الفلبين والكثير الكثير من الأسماء اللي ما تقع. لدينا الكثير والكثير ولا زال لدينا ملاكمات ندية قوية. يوجد أيضا في نظام الأيبة أو الاتحاد الدولي لملاكمة الهواء يوجد نظام شبه احتراف كامل بنظام ABB ونظام WSB لضمان بقاء واستمرارية الملاكمين المتميزين، ليس أقلهم اللاعب الأولمبي الشهير الذي شارك لعدة مرات متتالية في الأولمبياد، اللاعب الأوكراني لوماشينكو فاسيل أور فاسيل لوماشينكو، والعديد من الملاكمين الآخرين الذين يجنون الملايين الطائلة الآن ويستحقونها عن طريق التعب. بالتأكيد يعني احنا يعني جاي يعني نستقرأ السياسة للآيبة انه اصبحت يعني يعني تدعم الملاكمة الاحترافية وان كانت مقيدة تحت انظمة الآيبة، وهذا في شيء ايجابي يعني من خلال يعني رفع الواقي ويعني ممكن زيادة في الـ WSB وغيرها من المنظمات اللي تابعة للآيبة انه زيادة عدد الجولات او رفع الفانيلة واللبس يعني اللعب بدون ملابس، هذا كله يعني إيحاءات انه رايحه متجهه ملاكمتنا الى يعني الى الاحتراف، وهذا يفرح حقيقه. نهايه الجوله الثانيه ولقاء ندي وقوي مع مدرب اجنبي في الركن الهندي ومدرب وطني في الركن الاوزبكي الركن الازرق، من سيكون الفائز؟ هل الاستعانة بمدرب أجنبي أم المدرب الوطني في الغالب يكون الخيار الأفضل؟ يعني حسب قناعة يعني نقول الناشونال تيم، يعني أكيد أكو مدارس وأكو مدربين محترفين بمسألة التوجيه، التوجيه يكون عامل أساسي مثل ما يقول اتزان اللاعب داخل الحلبة، يعني إذا مجرد توجيه خاطئ لدى الملاكم راح يفقد الجولة وبالتالي راح يكون نتاج النزال كله يعني رايح من. رأينا بعد المقتطفات بالحركة البطيئة للقاء في
الجولة الثانية، والآن نشرف على بداية الجولة الثالثة ونصائح من حكم الحلقة لكلتا اللاعبتين لعدم المسك. والجولة الثالثة لا زالت لدينا العديد من النزالات القوية، لا زالت الأمسية جميلة وحماسية. الحكم وتنبيه شفوي للركن الأحمر بعدم المسك ويستكمل النزال. نزال متقارب فنيا، يعني كل الطرفين الملاكمتين مؤدية واجبتهم يعني بالصورة اللازمة، يعني تلاحظ انه تلعب المسافة الطويلة للملاكمة الهندية وجاي توجه عدد من اللكمات من بين الايادي، اضافة الى انه الملاكمة الاوزبكية تحاول الضغط وعمل بريس للاعبة الهندية لفقدان يعني صفة طول الذراع وتوجيه اللكمات من البعيد يعني، وهذا يعني هذا ما على كل قصير يعني العمل بالالتساق بالملاكم الآخر لغرض توجيه عدد من اللكمات المؤثرة إلى وجه المنافس. خيلتك تقول لكل قصير مكير، ولكن إنه مثل قد يساعدنا هنا أو يساعد الملاكمات على اللعبة القصيرة أن تلعب بشكل مختلف، أو الحرص على الفوز بكل الطرق القانونية. طبعا بالتأكيد هنالك ذكاء ميداني لدى اللاعبين، وهذا يعني ما يمتهن كل الملاكمين إلا إذا كان ذو خبرة أو فطنة أو ذكاء. ممكن هنالك يعني لاحظنا حركات يعني ما مسموح بها القانون، ممكن أنه يغافل الحكم يعني نوعا ما، وهذا ذكاء ميداني يعني قانونا ما مسموح به يعني، أو يعني ما لاحظنا بهذا النزال يعني ولا على مجريات البطولة، ولكن يعني يوجد بعض اللاعبين يمتلكون مثل هكذا أمور. اللعبة الهندية في الركن الأحمر تتحرك بشكل جيد على الحلقة، ولديها ستايل جميل جدا، look at that style، إنها تسيطر على منتصف الحلقة وتؤدي زوغان وروغان والتحرك على الجوانب بشكل ممتاز بل رائع. لكمة جميلة هوك يسار رائع جدا. اللعبة الهندية أيضا ليست أقل منها، بالتأكيد هي كانت اللكمة الملاكمة الهندية، ولكن الضغط اللي تعمل الملاكمة الأوزبكية ولد عدم أريحية بالتفكير لدى الملاكمة الهندية. ولكمة مستقيمة يمنى من الركن الأحمر، ولابد أنها أثرت ولو بشكل قليل على جبال الأوزبكية. اشتباك غير متعمد، والحكم بتعليمات بعدم الدوران للركن الأزرق الأوزبكي واستكمل اللقاء. بالتأكيد يعني لكمات يعني آخر ثواني وتلاحظ أنه هناك اشتباك قوي، يعني النزال ليس بالسهل ومجرياته يعني نقول الله يساعد الحكام كيف راح يختارون. بالتأكيد سيكون فائز واحد أو فائزة واحدة بالأحرى تتأهل معنا إلى الدور النهائي لتمثيل بلادها، فلنرى من هي سعيدة الحظ، هل يبتسم الحظ لطشقند أم يذهب إلى دلهي ليخفف عن معاناته في الوقت الحالي. كان القرار مرة أخرى ومجددا للركن الأزرق ولدولة أوزبكستان واللاعبة هاميدوفا. يخشى النتيجة كانت بنتيجة split decision 3-2، ثلاث قضاة لقاضيين اثنين. اللاعبة الهندية لوفلينا you've done well but that's not your day، ولحظات النصر well done. يخشى بالأوزبكي وقبله تستمع اللاعبة لمدربها حتى في القبلات المهداة للجمهور والمشاهدين عبر قناة دبي الرياضية قناة أبو ظبي وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القبلة تأتيكم من طشقند محبة في لعبة الملاكمة
ولجميع الرياضيين حول العالم الذين يتابعوننا الآن. بالتأكيد يعني كانت الملاكمة الأوزبكية تستحق، يعني كانت نتيجة متقاربة جدا ومستوى النزال عالي، كلا أدى إلى دورة ولكن لكل مجتهد نصيب، وكان نصيب الأوزبكية هو التفوق في هذا النزال من خلال يعني أكو ملاحظة في حال تساوي المستوى يؤخذ الهجوم كعامل مساعد للفوز. في وزن 75 ننتقل من الوزن الوسطي.